نذهب إلى العراق، حيث أثارت صورة دعائية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصبها مجهولون في العاصمة العراقية تعبيرا عن دعمه لموسكو، أثارت جدلا واسعا في البلاد خلال الساعات القليلة الماضية. يتزامن هذا الجدل مع الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا، رغم فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية. قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن مجهولين نصبوا صورة كبيرة لبوتين في منطقة الجرادة وسط بغداد مساء الأربعاء، فيما كتب على الصورة بالإنجليزية: نحن ندعم روسيا بتوقيع أصدقاء الرئيس باللغة العربية، في إشارة إلى تأييدهم للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. من جانبها علقت السفارة الروسية في العراق على تويتر على صورة الرئيس الروسي بالقول في شوارع بغداد، قبل أن تعيد وزارة الخارجية الروسية نشر الصورة عبر حسابها باللغة العربية على تويتر، مضيفة بتعليق: واسمين هما الحق مع روسيا ونحن مع روسيا. إلى ذلك أفاد شهود بأن قوات أمن عراقية أزالت الصورة الخميس، فيما نشر النشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر لحظة إزالة اللافتة الدعائية. نتابع مع المشاهدين الكرام هذا الفيديو لهذا المواطن العراقي الذي يستنكر وجود هذه الصورة لبوتين في العراق من الذيول كما سماها. مرحبا، الآن من منطقة الجادرية، أصدقاء الرئيس بوتين يرفعون صورة في بغداد وفي عدد من المناطق هنا في العاصمة بغداد. مرحبا، الآن من منطقة الجادرية، أصدقاء الرئيس بوتين يرفعون صورة في بغداد وفي عدد من المناطق هنا. أصدقاء الرئيس بوتين الحقيقة في العراق، يا له من خزي وعار عندما يكون هناك مسلمون يرفعون صورة بوتين ويوقعون تحت الصورة أصدقاء بوتين. بوتين هذا لا يجرم فقط في أوكرانيا ولا يقتل الأبرياء في أوكرانيا ومنهم مسلمون يعني مع العلم، ولكن هذا بوتين الذي أحرق المسلمين في روسيا، في سوريا. هذه روسيا التي أحرقت ودمرت عشرات الملايين في وسط آسيا وفي الشيشان وفي القرم وفي بلاد القوقاز وفي البحر الأسود وفي الشيشان كما في أفغانستان، في كل مكان هذا بوتين المجرم وأجداده دمر المسلمين. فتجد الآن من العراقيين من المسلمين مع الأسف من يرفعون صورة بوتين. لا أظن إلا أن هؤلاء ذيول للمشروع الإيراني، مشروع الملالي في العراق مع الأسف، الذين تدعمهم روسيا تدعم إيران، وبالتالي هم يصفقون ويطبلون لإيران من جهة وللرئيس المجرم بوتين.